بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد حرب تاني من الحروب المشهورة اللي اسمها حرب الشك. الشك ما ظنش فيه إنسان ما بتحاربش بيه، وله أشكال كتير زي ما هنشوف، لكن ممكن يجي بسبب تجربة شديدة، ممكن يجي بسبب صلوات غير مستجابة، ممكن يجي بسبب شخص بيشكك الواحد، ممكن يجيب سبب الواحد بعد عن الكنيسة شوية. إنما الشك من أصعب الحروب، لأنه بيخلي الواحد مش عارف يصلي، ما هو مش مصدق، فبتبقى صعبة. وأحيانا بتحصل حتى مع قديسين كبار، يعني ما تفتكروش إن الشك ده معناه إن الإنسان ملحد يعني، لا، لأنه أعظم القديسين جالهم لحظات شك زي ما هنشوف. الأول نبتدي بنص مشهور في تكوين 3. أول شك حصل في التاريخ، كانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجر التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمسا لألا تموت. فقالت الحية للمرأة: لن تموت، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. أول حاجة الحية بتيجي بطريقة خبيثة، الحية اللي هي الشيطان، فيجي يقول لك، انت تقول له ربنا بيقول، يقول لك ومين قال كده، ومين يأكد لك كده، ربنا قال هتموتوا، الحياة قالت لن تموت. هنا دخل الشك، بقى في صوتين، ربنا سبق وقال اللي هياكل من دي هيموت، الحياة جاية بتقول لا مش هتموت. فطالما سمعت الصوت الثاني بدأت الشك، الشكوك، فكرة وفكرة عكسها، او الشيطان داخل بطريقة خبيثة كالعادة، هو ربنا قال ما تاكلوش خالص، ربنا ما قالش كده، بس هو قصد ايه؟ يرمي السؤال بالطريقة الخبيثة اللي تلخبط الدماغ، فالحياة بسذاجة قالت لا 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 ناكل زي ما احنا عاوزين الا الشجرة دي، طب ليه ما تاكلوش منها؟ ابتدى الحوار. يعني ساعات الواحد ايه يحاور نفسه فيبتدي يتوه، يبتدي مخه يمشي في اتجاه مش مظبوط، لانه مش واقف مع ربنا في اللحظة دي، مفيش حد جنبه يقول له أنت إيه حكايتك، مخك ملخبط فين، لا آدم كان واقف ولا ربنا في اللحظة دي هي افتكرته. فطبعا الشيطان ساق فيها، مشي معاها خطوتين ثلاثة لغاية ما صدقت الشيطان وكذبت ربنا. هو ده الشك، الشك إنك أنت صدقت فكرة غلط إن ربنا مش موجود، أو إن ربنا مش بيحبك، أو إن ربنا ما يفرقش معاه اللي بيحصل لك، أو أفكار كتيرة يعني وأنواع كتيرة من الشكوك. تعالوا نشوف أشكال الحروب. أول شكل هي الفكر، الشكل فكرة كده، والشك هنا على فكرة بقى له أشكال ملهاش أخ، يعني ممكن تشك وانت بتتناول هو ده جسد حقيقي ولا لا، ولا أكله خلاص، ممكن وانت بتحضر معمودية تقول يعني ايه اللي بيحصل، يعني مفيش حاجة زيادة، ممكن تشك في الشخص، ممكن تشك في شخص تقول أنا مش واثق فيه، شخص ده يكون شريك حياتك، يكون قريب ليك، ممكن تشك في نفسك إن تقدر ولا ما تقدرش، ما هو نوع من الشك برضه، أنت مش عارف أقدر ولا ما أقدرش. إذا الشكوك دي عملية ذهنية معقدة ومزعجة، ولما يعني المخ يمشي فيها زيادة بيتعب بيرهق. من الأمور بقى اللي داخل الشك تعاليم خاطئة، يعني لما تسمع كلام يلخبطك، ما هو ده بداية الشك. ساعات واحد قرأ كتاب فلسفة مثلا، قعدت مع شاب قريب قرأ في الفلسفة كتير، فمخه متلخبط. أنا مش بقول الفلسفة ما تقروش، بس بقول هو ما عندوش الأساس المتين اللي يعرف بيه يرد على اللي بيقراه. فطبعا كتير من الفلاسفة ليهم اتجاهات، وهم نفسهم مش متفقين مع بعض على حاجة يعني، فطبعا انبهر شوية، لأن الفلسفة ساعات تبقى مبهرة، إنما بعد شوية تحس إن مخك يعني ما تبقتش عارف حاجة، مين البني آدم ومين ربنا وعايشين ليه وجينا ليه ورايحين فين ومتاهة كده، وتلاقي هو نفسه نفسيته مش مرتاحة وملخبطة،
ما انت سبت نفسك لحاجه يمكن مش قدها دلوقتي. وبعدين في رسالته الاخيره بولس الرسول قال لتيموساوس سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصه يجمعون لهم معلمين مستحك مسامعهم. في ناس يستهويها التعليم الغلط. يعني في ناس تنبسط لما تسمع الكلام اللي على مزاجها، فطبعا الشيطان يخدم على دي. فلما تطلع مثلا مورمونز مثلا طائفه جديده يغيروا في الانجيل ويعملوا انجيل جديد ويطلعوا المسيح مش ربنا، والنهارده ليهم ملايين ماشيين وراه وليهم افكارهم وادعاءاتهم، وفي بعض الاوتيلات بره لانه دول مليارديرات يعني حاطين الانجيل والكتاب المورمونز في كل اوضه في الاوتيل، اوتيلات كتيره بقت كده. موضه جديده وفكره جديده ولعبه جديده وليها ناسها. بس طبعا لخبطت لما واحد مسيحي يكون مش مذاكر الانجيل ومش عارف يرد، ينبهر شويه يقرا شويه كلام فيعجبه شويه فلسفات او افكار يمشي وراها يتلخبط. ساعات الحرب تيجي عن طريق الوساوس اللي هي افكار مش شك قوي، بس هي فكرة مسيطرة عليك، انت حاسس انها غلط او مقتنع انها غلط بس مش عارف تطردها. ودي اتقال شبهها كده، يقول قد تصلف الانسان اللي يعني بيسمعش كلام الكنيسة وهو لا يفهم شيء، بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الرديء. يعني ممكن الواحد يمشي ورا دماغه ودماغه تلخبطه خالص. فبرضو الواحد لازم، هنا هنقول لكم العلاج يمشي ازاي، لكن يعني حاسب من مخك يتوهك في حتت ملهاش لازم. الشك ساعات يجي اثناء الصلاه، ممكن تبقى بتصلي وتيجي فكره كده، هو ربنا سمعني؟ هو في ربنا؟ ممكن كل حاجه. ممكن تفكر القديسين دول يعني حسينا، يعني لما اكلم العذراء هي حساني، كل ده ممكن يحصل. ممكن تيجي وساوس في النوع ده، انك تلاقي زي شتيمه او كلمه وحشه جايه في القديسين او ربنا وتبقى مش مستحمل نفسك. وبيجي ناس ساعات يقولوا احنا بطلنا نصلي، ليه؟ بسمع حاجات وحشه وانا بصلي، او يعني بحس ان انا بغلط في ربنا وانا بصلي. يا حبيبي ما تخافش، ده زي لو واحد بيشتم في الشارع، يعني انت مالك؟ ده مش من قلبك. المسيح له المجد بيتكلم عن القلب، انت بتحب ربنا فما ما تقلقش من الوساوس، ده نوع من القلق يعني الزياده. أرميا اتشكك في ربنا في وقت وهو بيكلم ربنا، قال له أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، شوفوا التعبير، لكني أكلمك من جهة أحكامك، لماذا تنجح طريق الأشرار؟ بس ده هنا ماشي صح. ليه؟ لأنه جوه الصلاة عنده شك بس بيطرحه على ربنا، فاهمين؟ بيقول له يا رب أنا تعبان، مخي تعبني وأنا مش هقدر أخاصمك، لكن أنا زعلان، أنت سايب الأشرار ناجحين ليه؟ والأبرار متبهدلين ليه؟ ده أرميا بيصلي بيقول كده، أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، مش قادر أخاصمك، لكن لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا، يعني الناس اللي بتغدر بتروح تنام نوم عميق، والناس اللي ماشية كويس ساعات تبقى مش عارفة تعيش. إذا ده أحيانا يبقى نوع من الشك أنه الأشرار سكتهم ماشية كويس وناجحين في الدنيا، وده مكرر في مناطق كتير في الإنجيل هذا النوع من التساؤل. يعني كمان ساعات الشك يجي على شكل أفكار يأس، نظام ما فيش فايدة، مش ممكن هتغير، الموضوع ده انتهى خلاص، المشكلة دي ملهاش حل. ده برضو نوع من أفكار، هي أفكار يأس، لكن ساعات تبقى زي الشك كده بتزن في ودانك وبتقول لك ما فيش فايدة ما فيش فايدة، تلاقي نفسك مش عاوز تعمل حاجة. لدرجة يونان النبي وهو نبي بيكلم ربنا ويسمعه اتغلب من الأفكار دي وقال له يا رب خد نفسي، أنا موتي خير من حياتي. طبعا الفكرة اللي بيقولها غلط، لأن حياته ليها قيمة ولسه له رسالة كنبي، فالمعنى اللي بيقوله غلط، بس مغلوب منه بقى، الفكرة سيطرت عليها. الشك ممكن يوصل يبقى في الناس، يقول أنا قلت في حيرتي، ده مزمور لداود، كل إنسان كاذب. الحقيقة مش كل إنسان كاذب، بس لما يكون الواحد متحير زيادة ومتلخبط زيادة ساعات يقول كل الناس كدابة، مفيش حد كويس. هي مش كده، هي مش كده،
كل الناس ضعيفة، كل الناس ممكن تغلط، بس مش كل الناس كذابة. ويجوز في إنسان كذب عليك، لكن ده مش معناه أنه دايما بيكذب ولا أنه كل الناس كذابة. فهنا ممكن الواحد يشك في الناس ويبقى تعبان نفسيا قوي لأنه مش عارف يدي ثقته لحد. ممكن الواحد يشك في نفسه أو في قدراته، دي موجودة كتير في الإنجيل برضه. يعني موسى النبي لما ربنا دعاه قال له لا أنا ما ينفعش، وفضل يعاوح لأنه عنده شك في نفسه. أرميا لما ربنا دعاه قال له يا سيد الرب أنا لا أعرف أن أتكلم لأني ولد، أنا صغير، أنت طالب مني شغلانة كبيرة قوي، إزاي أنا أتكلم وأوعظ وأكلم أنبياء كهنة كبار؟ كانوا كهنة منحرفين وقت أرميا. من أسباب الشك الحوارات البطالة. يعني أنا لاحظت ملاحظة مش لذيذة الحقيقة، أن بعض أولادنا اللي بيسافروا ألمانيا وفرنسا أثناء دراستهم وأمريكا أحيانا، وبعدين أقابلهم بعد كذا سنة ألاقي مخه اتلخبط خالص وبيتساءل تساؤلات عمره ما كان بيقولها في مصر. ليه لازم يكون في ربنا؟ وليه إحنا بس اللي صح؟ ما يمكن كل الناس دي صح؟ وتلاقي حوارات كده، إيه الحكاية؟ أصل كان معاه في الدورم في الجامعة ولد إيسيست ملحد مثلا، وقعدوا يتكلموا شوية ما كانش عنده هو رد مقنع، هو اللي ابتدى يتأثر. فساعات الحوارات نفسها تلخبط الواحد لو الواحد مش ما عندوش لوجيك قوي، منطق قوي يسعفه، ممكن يتلخبط. ودي انتشرت جدا، فحتى أولادنا اللي متربيين في الكنيسة ومدارس الأحد أحيانا يدخلوا في حوارات وما يعرفوش يردوا، يبتدي يتبلبل ويتلخبط. وفي مصر بدأت الحاجات دي موجودة في بعض الجامعات، بعض الحوارات الإلحادية دي موجودة في مصر دلوقتي، وعلى النت طبعا كله كده. يقول المباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها. في بعض المباحثات تحس انها متاهة عقلية لا لزوم لها، خلاص ما يعني اهرب احسن. من اسباب الشك ضعف المعرفة الروحية، عشان كده يقول الكتاب هلك شعبي من عدم المعرفة. ايه اللي بيخلي الناس تتوه؟ ان المعرفة اللي عندهم مش كفاية، فيحصل ان الواحد يتلخبط. وعشان كده الحتة التعليمية دي والمعرفة الدينية المظبوطة بتحمي طبعا، لانه لو الواحد ما عندوش منطق بيتهز. وبرضو دي ظاهرة في الشباب اكتر، يعني يمكن كبير إيمانه المسلم ده التلقائي في دمه فأقل عرضة، إنما الشاب اللي طالع جديد ما عندوش مسلمات قوي، عاوز يقتنع، ولو ما أقنعتوش غيرك هيقنعه. فما ينفعش تقول له هي كده، لا هي كده كنت تقبلها أنت من 40 سنة، هو مش هيقبلها دلوقتي لأنك أنت رفضت المعرفة. طبعا دي مشكلة تانية، إن واحد يكون مش عاوز يعرف، مش عاوز يتعلم، وبعد كده مخه يتلخبط. طب ما انت اتلخبطت عشان انت رفضت تعرف. سبب اخر من اسباب الشك ضعف الايمان. ضعف الايمان يعني اقصد بيه ايه؟ واحد يعني لما الدنيا ما تمشيش معاه على طول يعني يركن ربنا، زي حتة استجابة الصلاة. واحد يصلي مرة مرتين ثلاثة ربنا ما استجابش زي ما هو عاوز، يبقى ما فيش ربنا. لا يا حبيبي، في ربنا، بس ربنا له ارادة حرة، يجوز مش عاوز يعمل اللي انت عاوزه وشايف حاجة انت مش شايف. ربنا ده مش زرار بتدوس عليه يطلع لك الفايدة يعني، لا، ربنا ده شخص حي وفاهم اكتر منك كتير. فالايمان مش انه يعمل لك اللي انت عاوزه، الايمان انه هو بيحبك وعارف بيعمل ايه. انما ايمان يعمل لك بس اللي انت عاوزه، الحياة ده ايمان ضعيف، لانه لو ما عملش اللي انت عاوزه هتتشكك. ويعني دايما نقول انه احد قمم الايمان في الكتاب ايليا النبي. ايليا النبي اول مره قفل السماء بكلمه، لا يكن طل ولا مطر الا بكلمه، قفلت السماء. لما جه يصلي بعد 3 سنين ونص عشان ربنا ينزل مطر، صلى اول مره ربنا ما نزلش، وسجد وصلى جامد، وراجل يعني قديس عظيم يعني طلع في مركبه ناريه في الاخر. صلى تاني ربنا ما سمعش، وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع مرة، لولا ما ربنا ابتدى يستجيب. ليه ما تلخبطش وما تشككش؟ ده كان قبلها يعني أول ميت، تصوروا راجل أول ميت، إنما صلاته لم تستجاب من أول مرة.
إنما عظمة إيمان هذا الرجل إنه فضل يصلي تاني. أوكي، ما عنديش غير كده، هصلي تاني تالت رابع، ولو ما جاتش من السبعة تيجي من العشرة تيجي من المية، مفيش غير كده. فهنا ساعات ضعف الإيمان يخلي الواحد يتراجع، بدل ربنا ما اسمعليش يبقى مش موجود. لا، بس أنت في مفهوم غلط عندك، ما هو ربنا مش بينفذ طلباتنا كأن لا عقل له. لا، ربنا بحكمته بيختار الأفضل. من أسباب الشك التجارب والضيقات. لما الواحد يجرب تجربة جديدة يبتدي فكر الشك ياخد شكل معين، زي إلى متى رب تنساني؟ ده مزمور. معنى كده حتى القديسين كانوا بيتعرضوا للحاجات دي. يعني ممكن واحد يقول لداود عيب يا داود تقول كده؟ لا مش عيب، هعمل ايه؟ طب انا حاسس كده. الى متى رب تنساني؟ حتى متى تصرف وجهك عني؟ هو ربنا ما بيعملش كده ابدا، وشه دايما شايفنا يعني. وبعدين هو عارف ان ده غلط اللي بيقوله، فيقول الى متى اردد هذه المشورات في نفسي؟ يعني الاصوات دي بتزن جوايا، انا عارف انه مش صح اقول كده بس مش قادر ما اقولش. هذه الاوجاع في قلب النهار كله، يبقى تعبان. ممكن يكون من اسباب الشك الفراغ او الاحباط. الانسان اللي عايش في وحده جديده او فاضي جامد، ساعات بقى العقل كده الفاضي يقعد يودي ويجيب كده لانه ما فاضي. من اسباب الشك الملحوظة الحقيقة زيادة دلوقتي برضو العثرة من المعلمين. يعني ايه؟ لما احنا الكهنة او الخدام نتعب الناس، يا اما بسلوكنا يا اما في كلامنا، الناس بتتشكك في ربنا نفسه. اذا كان بتوع ربنا شكلهم كده، لا يبقى واضح ان ربنا ده يا اما خدعة يا اما فكرة يا اما حاجة مش مظبوطة بقى. فدي برضو متعبة جدا، بتدخل شك في قلوب ناس كتير لما يعثروا في من يدعون أنهم رجال الله كخدام أو كه. في ناس تتشكك في كل حاجة بقى، مش تتشكك في الشخص، لا تجيبها بقى من جدورها، يبقى الحكاية كلها يمكن ملخبطة. لا، ممكن أنا أغلط، بس ده مش معناه أن الإنجيل غلط ولا ربنا غلط. لكن في ناس بتجيب ده بده، بدل دول بيعملوا كده يبقى كل الحكاية غلط. من أسباب الشك الكبرياء وعبادة العلم. ساعات العلم يزود الشك، مع أن العلم في علم حقيقي صريح، وفي علم سماه الكتاب في تيموثاوس الأولى 6، لأن بولس كان عالم على فكرة، كان شخص أقصد علمي بطبعه، يعني دارس فلسفة ومنظم في عرض أفكاره، يعني غير بقية الآباء الرسل يعني. لكن هو اللي استخدم تعبير العلم الكاذب الاسم. في علوم كذابة، في علوم غشاشة، في معلومات مش مظبوطة بتتباع للناس، لأن العلم بيتغير وبيكيف على فكرة. يعني العلم ممكن يتكيف، يعني ممكن تأثيرات سياسية على العلم فتتصدر معلومات معينة لصالح سياسات معينة أو توجهات معينة. بدليل على فكرة، أنا قريت بعض الكتب، أن البيولوجي اللي كنا بندرسه من 30 سنة النهاردة بيتقال عكسه في بعض الأمور. يعني أنا فاكر رسمة كان عندنا في ثانوي يرسموا الجنين بتاع البطة والجنين بتاع الضفدع والجنين بتاع البني آدم والجنين بتاع القرد، ويقول لك شوف شكلهم زي بعض إزاي. ده لأن التطور القديم كان زمان يقول إيه، دول كلهم ريليتد لبعض. ما دي فكرة كانوا بينادوا بيها زمان اللي هم تلاميذ داروين وبتاع، داروين نفسه ما كانش بيقول كده. النهاردة الكلام ده بقى علميا بطل تماما. ليه؟ المنظر الخارجي فيه تشابه، انما الخلايا فيها فروق ضخمة جدا بين الجنائن دي خالص. فاهمين ازاي؟ فبأي شكل علمي حقيقي، لا لا لا، فيش وجه شبه خالص. لو طلعت لي وجه شبه اطلع قدامك الف اختلاف. فاهمين ازاي؟ فلما تسيب الالف اختلاف وتقول لي شايف الشبه واضح ازاي، يبقى كل دول طالعين من بعض، يبقى الانسان اصله ضفدع. لا، ده كلام مش علمي خالص. فاهمين الفكره؟ ده العلم الكاذب الاسم اللي بيروجوه عشان يطلع الانسان يقول يبقى ما فيش ربنا والدنيا طلعت لوحدها. فاهمين الفكره؟ لان العلماء بيبيعوا بضاعه، فممكن سوقها يمشي وهكذا، امور كتيره كده. فمعلمنا بولس قال
احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات اللي هي الأخطاء اللي موجودة في العلم الكاذب الاسم. مش كل علم يستهويك ومش كل فن يبقى صح، لا طبعا في حاجات كتيرة غلط. فإحنا ما نمشيش وراء أي طيار، لأن اللي بيقولوا النهاردة ممكن يغيروا بكرة، فأنت هتمشي وراه ومطلع تبعد عن ربنا، وبعدين بكرة يجي يقولوا كل ده كان غلط. وظنكم كلكم عارفين في وقت كانوا بيقولوا الأرض، لما قالوا الأرض كروية أعدموا اللي قال الأرض كروية. النهاردة لو قال واحد مثقف الأرض طلعت مش كروية يقولوا ده مجنون. يعني في وقت قالوا مجنون على اللي قال أرض كروية، النهاردة اللي يقول الأرض مستوية يبقى مجنون. لا، هو العلم هو اللي الحقيقة بتغير، معلومات بتتغير، فده بيدخل شك طبعا. القراءات الفلسفية عندنا آية في كولوسي 2 تقول انظروا لا يكون أحد يسبيكم، تعبير دقيق لبولس لأنه دارس فلسفة، يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل. دايما مع الفلسفة في حتة غرور كده، حسب تقليد الناس، ده كلام ناس، حسب أركان العالم وليس حسب المسيح. يعني ما تنبهروش بالحاجات دي زيادة، لأنها ممكن تبقى كلام ناس في الآخر، دول بشر يعني طلعوا بشوية أفكار بس مش مسلمات، يعني مش وحي إلهي. يعني أحيانا صغر النفس يكون سبب من أسباب الشك، حاجة اسمها الانفيريوريتي، يعني الواحد ما عندوش ثقة بنفسه، عنده إحساس أنه دون الآخرين، دون الكل، آخر الكل. بس مش تواضع، مش واحد فرحان ربنا ونفسيته حلوة، لا، ده واحد مكلكع في نفسه كده وما عندوش ثقة في أي حاجة. ده ما بيعرفش يثق في ربنا لأنه مش قادر يثق في نفسه، ما يقدرش يثق في مراته ولا أولاده، ما يقدرش يثق في نجاحاته وإنجازاته. صغر النفس متعب جدا، فده ممكن يكون ما وراء الشك. عشان كده كتير من الشباب اللي يجي لنا بشكوك عالية جدا، عارفين يبقى علاجهم ايه؟ شوية تشجيع وحب، ما تدخلش خالص معاه في الحوارات بتاعته، بس شوية كده تشجيع وحب وصداقة تلاقيه اتظبط خالص. الموضوع ما كانش مخه ملخبط قد ما هو حاسس انه محدش بيحبه ومحدش محترمه. لما يلاقي اللي يحبه ويحترمه ويخدم معانا ويبقى زي الفل، تلاقي كل الأفكار دي اتبخرت، لأن هو أساسا الموضوع مش مجرد أفكار. لأنك أنت إله حصني، لماذا رفضتني؟ ده فكر شك، ربنا ما بيرفضش. لماذا أتمشى حزينا من مضايقة العدو؟ واحد حسن مزلول من الشيطان، فبرضو إيه ابتدى يتشكك، بيقول له ليه يا رب؟ ليه سايبني كده؟ خطورة الشك، قلنا ان الشك ما بيعتقش حد، فما حد يعني محدش يقول ان الموضوع مش موضوعنا، لكن باشكال مختلفه، مش كلنا بناخد نفس الشكل. اول خطوره انك تمشي ورا الفكره الغلط او الشك وتدخل في ضلال. ضلال يعني واحد سلم بالفكره الغلط واصبحت عقيده. يعني كونك بتتحارب ربنا موجود ولا مش موجود، لا دي مش خطر، لغايه كده مش خطر، صلي واقرا اكتر وهنشوف لها الحل يعني. إنما واحد بقى يؤمن بأن الله غير موجود، ده دخلنا في مشكلة أكبر، ضلال بقى. واحد يؤمن أن الله غير محبة، الله لا يعنيه البشر، لا غلط كده، أنت كونت اعتقاد، عقيدة، إيمان غلط، ده اسمه ضلال بقى. فالتضليل أو الضلال معناه واحد اقتنع تماما وأصبح بينادي بالأفكار الغلط. دي مرحلة بايخة ومتقدمة ومتعبة. المرحلة الأولانية بتاعت الشك أهون كتير، كلنا تعدي علينا وممكن نغلب، إنما مرحلة الضلال أصعب. ما تقعد مع واحد بقى يعتنق يعني أي عقيدة أخرى وبقاله فيها سنين بيدافع عنها بشراهة، لأن الموضوع بقى بيرسونال خلاص. الموضوع مش مهم هو قد إيه معاه منطق، هي الموضوع خلاص أنا معروف إن أنا كذا، فمش هغير لوني. طب ما أنت حطيت نفسك في لون غلط. يقول الناس الأشرار المزورين، مزورين للحقائق، سيتقدمون إلى أرض مضلين ومضلين. فاهمين المعنى؟ مضلين هم أساسا وقعوا في ضلال، ومضلين دي الخطوة اللي بعدها يبتدوا يضللوا اللي بعديهم. إذن الإنجيل قال لنا ده بيحصل، أن اللي بيمشي ورا ناس مزورين للحقائق
بيقعوا في ضلال ويتحولوا إلى مضلين، يضللوا الناس. منها الإلحاد مثلا، أنه إنكار وجود الله، وطبعا ده له أشكال كتير على فكرة، مش شكل واحد يعني، لكن الإلحاد بكل أشكاله معناها تجاهل وجود الله، إما أنه مش موجود أو لا يعنينا وجوده، والحالتين أوحش من بعض. وده اللي قال عنه المزمور، قال الجاهل في قلبه ليس إله، ليس إله يعني ما فيش حاجة اسمها ربنا. ناس كتير النهاردة عايشة كده، في بعض الحسابات بتقول وصلنا إلى ثلثين العالم بيقولوا الآية دي، بيقولوا المعنى ده، ليس إله. حاجة مخيفة، حاجة مخيفة. تطلع أمريكا يقول لك أنا البني آدم هو إله، تطلع مثلا الصين يقول لك الطبيعة هي ربنا، وناس كتير تقول لك لا ما فيش حاجة اسمها إله، كل حاجة ماشية لوحدها كده وخلاص. كلها اتجاهات، مش مهم تاخدوا الأسماء، كل ده له مش عارف الناتشوراليزم والمش عارف. أسماء مش قضيتنا، إنما ده اتجاه موجود في الدنيا لازم نخاف منه على أولادنا على القلب. فسدوا طبعا ده معناه إيه؟ فتحت باب الخطايا كلها، لأنه خلاص بقى أعمل اللي أنت عاوزه. ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. إذن الفساد نتيجة طبيعية كمان للشك، لو الواحد شك وزاد قوي خلاص هيستسلم لأنواع من الخطايا، بقول اسمه لو في ربنا كان عمل وكان سوى. من خطورة الشك كمان أنه معدي دايما، الخطايا الكبيرة معدية يا جماعة، زي أي يعني وباء، زي ما قلنا أن التذمر معدي، الشك معدي. زي ما تحط تفاحة كده مريضة وسط تفاح، تلاقي بعد يومين التفاح كله ضرب، مش كده؟ لما تحط شاب ملخبط وقاري فلسفة وحابب يقنع زمايله انه ما فيش ربنا، عيال كتير مخها بيتلخبط بيتعدوا. عشان كده احنا في الحاجات دي نقول له لا ما تتكلمش معاه، تعالى قول لي اللي انت عاوزه نحكي للصبح، لكن ما تديش ودنك للناس دي هتتعدي. فيقول لك لا وانا مش ضعيف انا احب اتكلم. ايوه انت لسه مش قد المواجهة، يا ريتك تبقى قد المواجهة، احنا ايماننا قوي وعندنا منطق، بس انت ما انتاش واقف على ارض ثابت عشان تتناقش. يقول سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين. في وقت واظن انه موجود دلوقتي، الناس ما بتطقش تسمع الحق، مش حابة الحق، هي حابة اي كلام فاضي، اي كلام يلبي شهواته، لما يسمعوا الحقيقة الصح ما بتدخلش عندهم. فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات، وده كتير موجود. من الخطورة كمان أن ساعات بعض المتشككين يقعوا في بلاعة القلق والاكتئاب من كتر الشك في نفسه في الناس في ربنا. ساعات دوامة الأفكار دي تجيب رقبته تحت، يعني تهده دماغه تعباه، فيقع في حتة أنه depressed بقى، مش عارف يريح دماغه، مش عارف يرد على نفسه، عنده أفكار تعبانة مش عارف يرد عليهم. ندخل في أهم نقطة، علاج الشك. أول مبدأ مهم قوي في حروب روحية كتيرة وبالأخص حرب الشك هو الهرب. ده مبدأ روحي أساسي عند كل القديسين. خطايا كتير قوي اهرب، يعني يوسف العفيف لما تعرضت عليه الاغراء والشهوة احلى حاجة عملها ساب هدومه وجري، لو ما عملش كده كان ضاع. هنا الهرب شطارة 100%. في خناقة قدامك اهرب، تدخل بقى تعمل فيها جدع ما تاخد علقة يا اما هتغلط فملاش لازم، هنا الهرب شطارة. انما اكتر شطارة الحية في الشك بالذات، الحية اللي بيشوف تعبان بيعمل ايه؟ بيجري، ما بيوقفش يحكي معاه. فيمكن ربنا قصد يحط الحية عشان يثبت المعنى. فكر الشك زي الحية، ما ينفعش تقف تتفرج عليه، ما تجيلك فكرة هشها اطردها، ما تناقشهاش لوحدك، مش هتقدر عليه، اهرب من الفكرة. لقيت كتاب مليان لخبطة وانت حاسس الكلام، ما يستهويكش، ما تكملوش للآخر، ما فيش داعي، ما فيش مانع ناخده وندرسه ونرد عليه لو انت ده يريحك، لكن انت مش هتتدحلق، حاسب او هاته ونتناقش فيه أو مع اي حد. يعني نقصد المبدأ حاسب تتصدر لفكر الشك لوحدك كقاعدة، دي خطر عليك قوي.
لأنك مش قدها. فكر الشك صعب، لأن شيطان الشك يا جماعة بيجي غالبا في وقت أنت روحيا ضعيف. يعني في شياطين يجوا للأقوياء زي شياطين الكبرياء والمديح وكده، يجي الواحد واخدها جد. إنما شيطان الشك ما يلعبش بواحد واخدها جد، يلعب واحد مش مركز مع ربنا أكتر. فتلاقي نفسك مش بتصلي، مش بتقرأ الإنجيل، بقالك مدة ما بتتناولش، مخك ابتدى يودي ويجيب. فيدخل بقى الشيطان يقول لك طب ما اللي ماشيين كويس واخدين على دماغهم، واللي ماشيين غلط كل الدنيا ماشية معاه. لو كان ربنا سايب الدنيا تمشي كده ازاي؟ طب ايه رأيك لو قربت من ربنا هتتجرب؟ هذا شك برضه، كل دي أفكار شك. طب ربنا ما بيسمعش ليه؟ بيستجبش ليه؟ وانت بتطلب حاجة غلط؟ ما بتطلبش حاجة غلط، وهكذا. ربنا يسوع له المجد، بطرس نفسه لعب دور الحية من غير ما يقصد. لما ربنا يسوع قال أنا بعد كم يوم أسلم لأيدي اليهود والأمم وأصلب وأموت، بطرس خده على جنب وقال له لا، إيه اللي بتقوله ده؟ حاشاك يا رب، بعد الشر عليك يا رب، لا بلاش الكلام ده، بتقولش كده. هنا ابتدى يشككه في البلان، أو يعني عاوز يقول له بلاش السكة دي. فربنا يسوع معانا ده بطرس حبيبه، قال له اذهب عني يا شيطان. عاوز يقول له مش انت اللي بتقول الكلام ده، الشيطان مستخدم لسانك يقول الكلام ده، انت بسذاجة عن حب بتقول، بس الكلمتين اللي بتقولهم دول مليانين شك، مليانين لخبط. اذهب عني يا شيطان. لا، بطرس طبعا حبيبه، بس عاوز يفهمه ما تسيبش الشيطان يستخدم لسانك تقول كلام غلط، انت معصرة ليه، انت عاوز تعطل الصليب، ودي مؤامرة الشيطان. انا عارف اكتر واحد يهمه ما تصلبش الشيطان. انت لا تهتم في مال الله، لو تهتم بقصدي انا هتفرح لي ان انا بكمل البلان بتاعي، انما انت عاوز قدام الناس تعمل انك مسؤول عني بقى وخايف عليا وحاجات كده. يعني انت تعمل منظر قدام اخواتك يعني، لكن انت مش بدافع مظبوط بتقول كده. تاني علاج، يبقى اول علاج الهرب يا جماعة، اهرب من قراية، من فيلم، من شخص، من فكرة، اهرب من ده كله. شخص غلط يقلب دماغك، فكرة غلط حاربها، كلام غلط ما تدخلش فيه. احنا يعني ايماننا ده كنز نخاف عليه، فما نسيبوش يتسرق مننا. تاني علاج هو المعرفة النقدية او المعرفة العقلية او المعرفة السليمة. يعني ايه؟ ممكن تكون بتتحارب بفكرة، طيب ما تيجي نقرأ كتب مظبوطة في النقطة اللي تعباك. واحد مثلا بتشكك قوي في موضوع التناول، ماشي عادي غصب عنك وماله، حرب، تعال نجيب كتب على الإفخارستية أو سيديهات ونسمع ونقرأ كلام الكنيسة المظبوط. لو انت حصنت نفسك ورفعت مستوى المعرفة هتلاقي بسهولة جدا كل الشكوك اللي دخلت مردود عليه، مردود عليه. يعني مع احترامنا لمناهج ناس كتير في التبشير، في ولادنا ساعات يضيعوا لأن ما عندهمش معلومات دينية، فيجي ناس تانية تعرض عليهم حاجة تانية يلعبوا بدماغهم. لما حد يطلع بقى الرد المنطقي للكلام ده ويقول الحاجات دي أصلها إيه، ويقول الحقائق كما هي، ده حصانة لولادنا الحقيقة. لأن لما ولادنا يفهموا الآخر بيفكر إزاي والكونتنتس بتاعته إيه بالظبط، طب ما ده يحمي ولادنا لأنه عنده معرفة نقدية سليمة. أنت عارف البوذيين بيعتقدوا بإيه وما يعتقدوش بإيه، عارف بتوع كونفوشيوس بيقولوا ايه، لو بتسافر بقى، لو بتعود مع الملحدين عارف الحجج اللي بيقولوها وكونت رد عليها جواك، فما بتتهزش. هي دي بقى المعرفة السليمة اللي هي بترد، بتنقد الآخر. لأنه يعني تعلمت من الجماعة الأبولوجيتكس بتوع أمريكا دول اللي هم مدافعين عن الإيمان، أنه مش كل الردود دفاعية، في ردود هجومية، في ردود هجومية. يعني ايه؟ لما واحد يسألك سؤال قوله طب انا هسألك سؤال بطريقة تانية، فانت رديت على السؤال بسؤال، سؤالك كشف له انه سؤاله غلط،
وان هو بيسوقك في اتجاه معين، بس الحياة ما فيهوش اي منطق، ودي لعبة مشهورة في المنطق، ان تبتدي بسؤال غلط واللي قدامك يتلخبط فيمشي وراك في السؤال الغلط، لان الافتراض اللي بنى عليه اساسا افتراض واهي. فاهمين الفكرة؟ طيب يعني مش وقتها دلوقتي، بس انا اقصده هي دي المعرفة السليمة. لما الواحد يتحصن بمعرفة سليمة، يوم ما تيجي فكرة غلط هيقول لا لا، انا عندي منطق 1 2 3 4 5 6، اديكوا فكرة. مثلا ما اسهل ان حد يقول لك الانجيل محرف، هو افترض فرضية معينة، الانجيل محرف او الانجيل مليان اخطاء، كلام يهز. لو ما عندكش معرفة سليمة هتتلجلج ويبقى موقفك ضعيف، ويمكن ترجع، ما يهمنيش ترد على فكرة، انا بتكلم دلوقتي عننا، يمكن ترجع الفكرة تقلب في دماغك، طب ما لا يكون الانجيل غلط. انما انت لو قاري كويس وعارف ان المتاحف مليانة مخطوطات وكلها يعني متطابقة، وأقدم كتير من دخول العرب، وأقدم كتير من كل حاجات علمية مشوهة بعد كده، وأن الترجمات القديمة كلها تتحط جنب بعض كلها إيكول، وأن كتب القديسين اللي فسرت الإنجيل بعيدا عن النصوص الأصلية كلها مفسرة على نفس النص اللي في إيدينا النهاردة، والتفسيرات دي من القرن الثاني والثالث والرابع. لما تاخدها من زاوية علمية، حتى بتكلم علم بس دلوقتي لوجيك، يعني الحياة تلاقي نفسك ايه الكلام الفاضي اللي بيقول ده محرف ازاي. ودايما نقول مثل بسيط، تخيل ان انا عاوز اغير في كتاب مثلا لنجيب محفوظ، بقاله عمر الكتاب 60 سنة، عاوز اعمل نسخة جديدة اشيل منها كم صفحة او اعدل فيها جزء، لازم اعمل ايه؟ فاتش غير 60 سنة، لازم الم النسخ كلها بتاعت الكتاب ده والمترجم منها كمان، واقطع الصفحتين دول عشان بعد كده الاجيال الجديده تقرا التعديل اللي انا عامله ويبقى انا فعلا حرفت. انما لو غيرت في النسخه بتاعتي ما لا قيمه لها على الاطلاق. فاهمين المعنى؟ تصور بقى ان الانجيل من القرن الثاني اترجم واتنشر في العالم كله، تلمه ازاي وتحرف فيه ازاي وتجيبه من اي حته في العالم تلاقيه متطابق؟ ما ينفعش. فاهمين ازاي؟ وبعدين دايما تدور في مصلحة اللي بيحرف، مين اللي هيحرف؟ اليهود. الحقيقة لو اليهود هيحرفوا كانوا شالوا الكلام اللي صعب قوي عليهم ده، اتهموا بتهم في كتابهم في العهد القديم، لو هم هيحرفوا ده طلعوا مؤاخذة طور وحمار وكل ده في الانجيل بتاعهم في العهد القديم بيقول عليهم كده. طب لو يهودي يعني كويس شوية عاوز يشيل حاجات كان اختصر شوية ايات كده من اللي فيها خبط فيه ماشي. طب لو المسيحيين هيحرفوا، طب ما كانوا حرفوا لصالحهم. انما الحقيقه سفر الاعمال بيحكي لنا ان في الكنيسه الاولى كان في غش، وانه في كورنثوس كان في حاله زنا في الكنيسه، وانه موسى النبي غلط، وان داود النبي غلط. لو هنحرف ما نجمل الصوره بقى، حتى لما نوعظ ونقول موسى النبي تبقى الحكايه، لا، موسى غلط وقتل في يوم من الايام قتيل. يبقى لو انا حرف وليه غرض، طب ما انا حرف، لكن ده كل ده يؤكد انه ما فيش لعب. انا بديكوا فكره واحده بس، ازاي المعرفه السليمه كافيه للرد كده، ما تتهزش، بس محتاج تعرف، محتاج تبحث وتقرا. فلما تتحارب بشك، اولا ما تقومش في وقتها، ما تردش في وقتها، ما تسمعش، اقطع، بس بقى روح اشتغل مع نفسك على مزيد من المعرفه، عشان ما تيجي فكرة تاني زي كده يبقى عندك جواك رد حلو. تالت نقطة مهمة، التلمذة، هي زي المعرفة شوية. لما يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، بغنى، عارفين لما واحد يبقى معاه فلوس غني وواحد معهوش، لما بيحصل أزمة مشكلة معينة مادية، اللي معاه فلوس بيعرف يتعامل مع الأزمة المادية، أنا مش بقول الفلوس بتحل حاجة. فهنا لما تكون غني بكلمة ربنا انت بتتعامل مع مثل هذه الأزمة، لأنك عندك رصيد، رصيد من الآيات ورصيد من المفاهيم، فبتتعامل مع الشك أو الأزمة. لو انت مفلس وجي عليك مش عارف دين ب5000 حتى، ما هتلاقي نفسك مش عارف تسد، ما انت مفلس.
فهنا الغنى بمعنى التلمذة، انك تبقى تلميذ للكتاب وللكنيسة وفاهم وقاري كويس، ولا كلمة من اللي بتتقال النهاردة ما تقالتش قبل كده وترد عليها بدل المرة مئات المرات، ولا تشكيك إن كان في الكتاب أو في العقيدة ما مرش على الكنيسة في 2000 سنة اللي فاتوا دول عشرات ومئات المرات. مجرد تفتح الكتب وتقرأ هتلاقي كل اللي ممكن يتقال اتقال، من البدع ومن المغالطات ومن الشكوك ومن التساؤلات ومن تناقضات، كل ده موجود ومردود عليه. هي بس سوري جهل مننا يعني. نقطة كمان مهمة، آخر نقطة فعلا، نقطة التوبة والتواضع. ليه؟ إيه العلاقة؟ بصوا يا جماعة، إحنا قلنا إنه الشك له علاقة جامدة بالشر عامة. ليه؟ لأن الشك يسمح لك بباب الخطأ. فاهمين إزاي؟ لما تلاقي نفسك متلخبط مش واثق، ضميرك يتخدر فتغلط براحتك. فساعات تجيبها من الآخر للأول، بطل تغلط، قاوم الغلط، وقف الغلط، توب، فتلاقي نفسك مخك هدي وقادر تقتنع بالكلام. واحد من أشهر الملحدين المبشرين حاليا اسمه لي ستروبل في أمريكا، أنا بحب كتبه، كان صحفي ملحد وكان إيه دماغه فظيعة يعني. بعد ما آمن اعترف في كتاب من كتاباته يعني، قال أنا كنت عايش براحتي، فكان لازم أقاوم فكرة إن وجود ربنا، لأنه معنى إن ربنا موجود معناه ببساطة لازم أمنع نفسي عن كل الفساد اللي أنا فيه. فالموضوع كان موتيفيتد يعني، أنا مدفوع برغباتي أنا إن أنا أأكد إن ربنا مش موجود، رغباتي بتملي عليا إن أنا أطلع بأي طريقة وأثبت بأي منطق إن ربنا لا وجود له. فاهمين الفكرة؟ النهاردة بقى بنفس القوة والمنطق وأكتر بقى بيثبت إن العلم بيأكد وجود ربنا بكل أشكاله، وعامل سلسلة كتب جميلة. هنا التوبة نقلته إلى قناعة شديدة جدا وارتياح نفسي شديد جدا إنه ماشي صح، وإن الإيمان هو الصح مش الشك. فهنا التوبة بترجع الواحد للخط المستقيم وبتهديه. وساعات عجز الشاب، أنا لاحظتها في الشباب، لما شاب يقع في الإدمان أو في الجنس كتير تلاقيه لما نقعد معاه يقول لك ما فيش ربنا. لو عرفنا نساعده يطلع من الزنا أو الإدمان تلاقيه يقبل ربنا بسهولة جدا. هو ما كانش مستحمل انه يغلط في حق ربنا، فاهمين؟ فعامل زي دينايل يعني، بلاش يكون في ربنا وانا بعمل ده كله. فاهمين الفكره؟ هو قلبه ابيض طيب غلبان بس مهزوم، فكونه مهزوم من اللخبطه دي نفسيا مش قادر يتحمل فكره انه انا بعمل كل ده في ربنا. انما لما يلاقي ان ربنا بيقبله وانه بيساعده انه يتغير وانه ممكن يغلب نفسه، يحب ربنا اكتر مننا كمان. اذا التوبه بترد على الشكوك بطريقة معينة.